السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. الجريدة الأولى في إسبانيا البايس تنوه بالمغرب لأنه استفاد بسرعة من أخطاء الجيران وأسرع بإغلاق حدوده، وكذلك المساجد والتجمعات التي قد تساهم في انتشار الفيروس. قناة الجزيرة كذلك أثنت كذلك على سرعة المغرب في مواجهة الخطر، فكانت أول دولة توقف الحدود البرية والبحرية والجوية بعد اكتشاف 7 إصابات فقط، وأول دولة توقف الدراسة كذلك، وتحدد لجون تحديد الأسعار ووضع رقماً مجانياً للتبليغ عن المخالفين. زيادة على تعقيم وتنظيف الشوارع وإحداث صندوق لمواجهة أزمة تفشي هذا الداء، كل هذه الإجراءات تثبت أن الدولة قامت تماماً بما عليها، لكن تبقى الحلقة المفقودة للخروج سليمين من هذه الجائحة هو وعي الشعب، إما أن يمتثل للتعليمات بالتزام وسائل النظافة ولا يغادر منزله إلا للضرورة القصوى، أو ستكون السلطات مطالبة بالتدخل لقمع وجزر كل من يرفض التعليمات ولا مكان هنا لإبداء الرأي أو الانتقاد. التزم بالمكوت في بيتك. نشكركم على حسن المتابعة.